نيجي بقى على الاس واي. الاس واي ده عباره عن برنامج زي الباوربوينت كده بالظبط يا جماعه، بس الاس واي يعني عاوز له محاضره لوحده، بجد عاوز له محاضره لوحده. بس انا هشرح سريعا كده، وجميل جدا ان انت تعمل السلايد بتاعك على برنامج الباوربوينت اهو، ممكن تعمل السلايد. طبعا مش هشرح لكم الباوربوينت، كلكم عارفين الباوربوينت، امال انا اشرح لك الاس واي. الاس واي بيعمل لك سلايدات، وبيعمل لك حاجات جميله جدا تقدر تشاركها مع الطلبه بسهوله جدا، تقدر تعمل خلفيات روعه. هو الفرق بينه وبين الباوربوينت تحس ان هو سحابي شويه، يعني كل المعلومات تقدر تجيبها بسرعه. باوربوينت لازم تخرج من البيئه بتاعت الباوربوينت عشان تجيب فيديو، عشان تجيب صوره، عشان تجيب، امال ده ما بتخرجش، انت جوه البيئه تقدر تجيب اللي انت عاوزه. اهو نبدا ندخل على الاس واي، وده برنامج جميل جدا تقدر من خلاله، ما قلت لك ال اهو برنامج تبع شركه الاوفيس 365، وموجود عندك في الجامعه. وهنا يا جماعه الجمال في موضوع الاس واي او النيربود، قصدي النيربود هتتابع في حاجه اسمها اس واي، ده برنامج لوحده جوه ايه، جوه النيربود هتتابع حاجه اسمها فليب جريد، ده برنامج لوحده جوه النيربود، هنتابع مجموعه برامج جوه النيربود، هنتعلم البرامج دي كلها ان شاء الله مع بعض. طيب هنا بيقول لك والله في مجموعه اس واي جاهزه تقدر تستخدمها وتشتغل عليها او تعدل عليها، اهوت سواء انيمالز او اهوت تقدر تعدل عليها، او مثلا كانتريز او مش عارف ايه، تقدر اعمل لك حاجات تقدر تستعين عليها في الدرس بتاعك. او بيقول لك والله لا انت لازم على كده انت ممكن تعمل اس واي من جديد. طبعا ده اللي انا عاوزه، يعني ممكن تقدر تحط ده في الدرس بتاعك على طول، مجرد ضغطتين يبقى عندك شريحه وبيدي لك حاجات جميله قوي. يعني مثلا ادي لك مثال، لو انا جيت مثلا دخلنا على ايطاليا ديت قريبه كده من اثارها كده، قريبه من ايه، من اثار بتاعتنا شويه، هدخل على ايطاليا كده اهو، ضغطت ضغطتين يجيب لك المعموله بالاس واي اهوت، تقدر تتفرج كده بدي لك معلومات كامله عن ايطاليا، تقدر اهوت الطالب يقدر يشوفها ويتفرج براحته، مجرد ان انت تضغط سيف هتبقى شريحه عندك فيها المعلومات دي كلها، شريحه عندك فيها المعلومات دي كلها اهو. لو ضغطت على كلمه سيف كده الطالب هيبقى عنده شريحه فيها المعلومات دي كلها باسم اهو، لو نزلت تحت كده اهي لو ضغطت عليها كده ضغطتين تقدر تعدل فيها وتقدر تعمل فيها ايه اللي انت عاوزه. طبعا انا مش عاوز اعدل فيها، انا عاوز اعمل الاس واي بصراحه بيعمل خلفيات رائعه ومناظر جميله، عاوزين نتفرج على الحاجات دي يا دكتور سامي بتتعمل ازاي. حاضر، لحظه واحده كده هكنسل الصفحه ديت، واحذفها كمان، انا مش عاوز شغل جاهز. طبعا انت ممكن تتفرج في حاجات ممكن تفيدك في الماده بتاعتك، لان هي حاطتها تخصصات. اي شريحه عاوز تحذفها بتقف عليها الشريحه اللي بتقف عليها، وتقدر ايه تعمل لها عمليه حذف من فوق من هنا، تقدر تعمل لها عمليه حذف اهو، ديليت سلايد، شريحه تحددها واضغط ديليت سلايد تقدر ايه تحذف. طيب نيجي بقى على الاس واي. الاس واي بقى انا اللي هنشئ الاس واي اهو، هضغط على كلمه اس واي كده واقول له اد اس واي. لا انا مش عاوز استخدم الحاجات الجاهزه ديت، تمام، انا عاوز كرييت اس واي، يعني هعمل باوربوينت كده بس ببرنامج الاوفيس 365 اس واي. تعال بقى نشوف ايه الفرق بينه وبين الباوربوينت كده على السريع. طبعا دي عاوز له محاضره لوحده، بس هحاول ان انا بقدر خلال 10 دقائق ادي لك اساسياته كلها. يعني يحتاج 3 ساعات يا دكتور سامي، يحتاج له 3 ساعات بس برضه موضوعه بسيط جدا، يعني هدي لك الاساسيات بتاعته خلال 10 دقائق ربع ساعه بالكثير ان شاء الله. فتحت الاس واي اهوت، شوف يا جماعه بقى الجمال بقى والسهوله في اعداد الماده العلميه بقى، انا هنا مقسم الاس واي، حاطط لك بقول لك والله حط بقى الشرائح بتاعتك هنا، دي الشريحه الاولى، ده شريحه عنوان، وده الخلفيه، حط الخلفيه بتاعتك من هنا
اعطي لك حاجه اسمها الشريط القصصي وحاجه اسمها تصميم، وركز بقى على الحاجات دي. وفي حاجه اسمها تشغيل يعني زي معاينه كده، وحاجه اسمها مشاركه يعني اقدر اشارك الطلاب مباشره. خلي بالك من الزرارين دولت والزرارين دولت ومنطقه الشغل دي. طب تعالى يا نبدا بقى، يعني ما اجي اقول ايه مكونات الحاسب الالي اهو، مكونات الحاسب. شو بقى يا جماعه، شو بقى الجمال بقى، الخلفيه، الخلفيه اضغط ضغطه واحده يقوم فاتح لي ايه بقى، الله، فاتح لي هنا بقى جمال. دي بقى هو دي قوه الاس واي بقى، قوه الاس واي. ازاي انا لو عاوز خلفيات عن الحاسب هم كاتب له حاسب الي عشان يبقى خلفيه لي، واقول له بحث على طول اوب 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 في ثواني. مش انا بقى في الباور بوينت انا راح ادور، لا هنا على طول يقوم جايب لك الايه الخلف، وهنا ايه اعطي لك مقسم لك الخلفيات وطعام وطبيعه وعلوم. يعني هنا لو انا حبيت الخلفيه بتاعتي تبقى عندي طبعا بقى ايه، فتح لك الدنيا، فتح لك الدنيا كلها قدامك اهوت بالمنظر ده. يعني ممكن اجيب خلفيه زي ديت، اجيب خلفيه زي ديت. ودي بقى ان انت ما تطلعش بره البيئه، الباوربوينت بتطلع بره البيئه، لا هنا انا جوه البيئه اللي هي بيئه الايه الاس واي. فانا مثلا لو جيت كده قمت رايح ضاغط كده بقت اصبح عاوز تضيف الخلفيه ديت، اهو بقت الخلفيه دي، ده الخلفيه. عاوز تعاين وتشوف شغلك تضغط على كلمه تشغيل كده، كلمه تشغيل تعاين اهو. شايف المنظر ده اصبح الخلفيه بتاعتك، دي الخلفيه بتاعتك، وانا مكتوب موجود كلمه مكونات الحاسب الالي، وابدا اعدل بقى عليها والكلام ده كله. بس انا طبعا عاوز تعدل اهو، اضغط على كلمه تحرير وابدا ايه اشتغل. عاوز اكبر الخط شويه، اصغر الخط شويه، اخليه ناحيه اليمين، اخليه ناحيه الشمال، اظبط الكلام ده كله. ده يعني ممكن ده اخليه بولد، اخليه مائل بالطريقه ديت، الكلام ده كله. هنا برضو في حاجه مهمه جدا، هنا حاجه مهمه جدا، الخلفيه دي، الخلفيه اللي انت جبتها دي في كلمه حاجه اسمها النقاط الهامه. بقول لك الخلفيه دي انت عاوزها تبقى كامله، كامله في الصوره ولا مش كامله؟ كده مش كامله، كده كامله. فانت لما بتيجي تعمل تشغيل هتلاقي الصوره كامله. وهنا بقى خلي بالك، والميزه بقى هتشوف بدا يجيب لك الصوره على الخلفيه. طيب عاوز تغير على طول في ثواني، هنا عاوز تحذف الخلفيه، خلي بالك معايا المحاضره مسجله ما تقلقوش، عاوز تحذف الخلفيه روح لكلمه تفاصيل ويقف على الخلفيه كده ويعمل حذف اهو على تفاصيل. عاوز تضيف خلفيه تانية اضغط على خلفيه كده في ثواني. عاوز مثلا من الطبيعه خلفيه طبيعيه يعني شجر وبتاع وحاجات زي كده عادي خالص اهو، وبعدين اضغط اضافه في ثواني بقت خلفيه شغل، هتلتقى على طول. ايه الجمال ده، ايه الروعه دي يا جماعه، روعه. وهتبقى ده بيديلك كده سهوله، يعني لو انت اللي اشتغل على الاس واي هيحس ان هو سهل قوي وجميل، بس تعرف ادواته وشغله كده يعني على طول تقدر تضيف وتشتغل بسرعه وعليه والطريقه دي. طيب اللي طبعا انت عندك هنا، طب واحد يقول لي يا دكتور ممكن اضيف خلفيه من عندنا من على الجهاز بتاعي، انت جايب على طول من على النت كل حاجتك من على النت عادي خالص اهو، تضغط على كلمه المقترح دي كده وتضغط على كلمه جهازي اهوت، ومن الاندرايف ومن الصور ومن اليوتيوب كل حاجه، عاوز خلفيه فيديو بتاع كل شيء موجود اهو على جهازي، واقوم رايح جاي على الجهاز بتاعي وعامل الخلفيه بتاعتي داخل على الصور بتاعتي، وجايب خلفيه من على الجهاز بتاعي، ولو ياكل مثلا الرامات ديت واقول له اوبن على طول هتتقى الخلفيه بتاعتي. طبعا معلش انا طبعا انا ما كانتش ضفت خلفيه، لحظه واحده، انا المفروض عشان احذف الخلفيه بضغط على كلمه تفاصيل واضغط على الخلفيه كده واعمل لها حذف، وعاوز اجيبه من على الجهاز بتاعي بقى اقوم اقول له اضافه خلفيه، واروح على المقترح ده واقول له يلا على جهازي. تمام، خطواتي مسجله يا جماعه، لو انا بجري بسرعه مسجله تقدر تسمعني بعد كده، بس انا عاوز اديك كل المعلومات. اضغط على كلمه روم اهوت، واجي على كلمه تشغيل، واجي ابص الخلفيه بتاعتي بقت ايه الروم. الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، في ثواني من على الجهاز بتاعي. طيب بص، بس مش بس كده، ده لسه هنشوف، لسه احنا لسه هنشوف حاجات جميله قوي. في حاجه اسمها تصميم، التصميم ده التصميم في حاجه اسمها انماط، خلي الانماط والتصميم ده في الاخر بعد ما تعمل شرايحك والكلام ده، هنشوف بقى المفاجآت هنا هيدي لك امكانيات رائعه في التصميم. لا نرجع للشريط القصصي الثاني، وخلي الايه، خلي التصميم الاخر.
بعد ما انا كده ظبطت قدرت على التفاصيل تاني. تمام، ده بالنسبه لنا اهوت. لو انا حبيت تسمي وتعمل اهو الخلفيه والصوت والكلام ده، تمام، عاوز تضيف خلفيه، خليها بقى الخلفيه بقى ايه، خلفيه شكلها حلو كده، ولو يكون مثلا الخلفيه ديت، واقول له اضافه على طول. لو شغل هتتقى بالمنظر، تظهر لك بالمنظر ده كده اهي. وشو بقى الجمال بقى، اللون بتاع الكتابه، مش انت اللي عملته، ده هو عملها انسب لون مع الخلفيه، هو اللي تتقى باللون، مره احمر مره اسود، فيها زي ذكاء صناعي كده، بيجيب لك اللون الجميل اللي يتناسب مع الخلفيه بدون تدخل منك، وده بصراحه جميله جدا، وخصوصا مع ما اشوف موضوع التصميم الوقت يا